الشيخ سعد بن مهي. نعم. الشيخ قبائل بني بشر الخلف. ونعم فيك الله يحييك. قبائل قحطان اجتمعت انتصارا وتضامنا لقبيلة بني هاجر ولشيخها بعد إجراءات الحكومة القطرية ضدها وسحب جنسية شيخها والعديد من أفراد القبيلة. تعليقكم على ذلك؟ على كل حال هذا الأمر اللي حصل على شيخ بني هاجر أمر ما يكرهه القبائل ولا الدولة. الدولة عزها الله تنتصر مثل هذه الأمور للمشايخ وللأفراد السعوديين، حيث أن هذا أمر يعني ما يجب أن يحصل بنا الدولة القطرية ضد هذا الشيخ المعتبر شيخ بني هاجر شافي بن ناصر، ويجب علينا كقبيلة أن نتعاون في هذا الأمر وأن نقوم بواجبنا معه، لأن هذا الشيخ من شيوخ قحطان المعتبرين سابقا مع الدولة ومع جميع القبائل. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. أنت الله حياكم الله.